خارج كده؟ وهقعد ليه؟ انت مش ملاحظ ان كلامك ده بيوجع شوية؟ ياه ايه؟ انا قلت حاجة انت مش عارفاها؟ هو في ايه؟ ما تعمل حساب يا اخي المشاعري شوية. انا بني ادم على فكرة. انت ليه محسسني ان انت جايبني من الشارع؟ ولا ان انت داخل شقة مشبوهة؟ ليه كده؟ لا يا حبيبتي اطمني، الناس كلها هنا عارفة ان انا بتجوز كل شهرين ثلاثة في الشقة دي، فما تخافيش يعني مش هيبصولك بصة مش ولا بد. لا والله كويس طمنتني، بس انت معروف عنك يعني ان انت كل كام شهر بيجيب لك واحدة كده تتجوزها. ايوة ايه؟ بعمل حاجة انت مش عارفها؟ انت بني ادم مستفز قوي. على فكرة انا ما احبش اي واحدة تطول لسانها عليا، وبالذات لو واحدة زيك. زيك؟ يعني ايه زيك؟ يعني عارفة بالظبط مهمتها اللي جاية هنا عشان. وانت مهمتك ايه بقى في الشقة دي؟ انت زي ويمكن تكون كمان اوسخ مني. انت عارف انا بقيت بكره نفسي وانا معاك يا اخي. اعمل حساب لاي حاجه بيني وبينك، اعمل حساب ان انا بني ادم، انا مش جايه من الشارع. انت ليه بتوصلنا لده يا عبد العزيز؟ ليه بتوصلنا لده؟ حرام عليك، ده انا بحبك. ليه كده؟ الفلوس اللي بتصرفيها كل يوم. الا صحيح، على فكره هي الست ماما من يوم ما اخذت الفلوس يعني لا سالت علينا ولا جت. اكيد بقى هتسال وتيجي بعد الفلوس ما تخلص. يا هلا، انا هنصحك نصيحه غاليه جدا. كل بني آدم بيحدد المكانة اللي هو بيبقى فيها، وانت للأسف حددت مكانتك. يعني قبلتي تكوني زوجة لمدة محددة. أنا طبعا عارف ومتأكد إن انت هتعملي المستحيل عشان ما اطلقكش، بس انت غلطان. وهقول لك حاجه كمان، حتى لو خلفت منك برضه هطلقك. ده عشان طولت لسانك عليا. انت بقالك معايا شهر ونص، فاضل لي 15 يوم على ما العقد اللي بيننا ينتهي. حط ده في دماغك يا حلوه. ها باي. والله يا وسيم بيه، عليا لو عرفت ان انا وصيت حضرتك عليها هتزعل قوي. والله طول عمرها كده تحب تشق طريقها من غير اي واسطه. حتى مراد بيه انا اللي اقنعته عشان يتكلم حضرتك، هي كانت رافضه تماما. ما تعرفش انا سعيد قد ايه اني اتعرفت عليك يا حسني بيه. انا اسعد والله يا وسيم باشا. اوعى ما تجيش، انت وعدتني هزعل. لا طبعا لازم اجي. بجد؟ طبعا.
ابن عمك ده محترم وابن بلد ودمه خفيف كمان. طبعا. وسيم بيه صديقي خلاص وعدني ان اي طلب هتطلبيها هينفذه لك، والشغل كله هو اللي هيعلمه لك بنفسه، هو قال لي كده. صح. استاذن انا بقى سيلفو بلي مضطر امشي، كلميني انا في الحديقه على البسين بشرب. طب عن اذن حضرتك اتفضلي. ازيك؟ وانا ممكن اطلب منك اني اقابلك دلوقتي في اي حته، اي حته نقعد لوحدنا ومفيش حد حوالينا. انا بجد محتاجه اقعد اتكلم معاك، عندي حاجات كتير عايزه اقولها. طيب يلا على طول دلوقتي حالا. باي. اتفضلي يا بنتي. طمنا يا دكتور. اطمن، هيفوق من البنج ويخرج معاك على طول. ربنا يطمنك ويكرمك يا ابني. يلا يلا يا امي. جرايا يا سمير، ده على طول كده غاوي تتعبني معاك وتخوفنا عليك. ايه كده؟ ايه تعالى بقى، حته زي ده تعمل فيك كده، ده اتضح ان انت خرع خالص. الحمد لله على السلامه، يا ريتني كنت انا وانت. لا يا ريت. بعد الشر عليك يا تميم. تميمة كانت هتموت نفسها لما عرفت انك تعبان، باين عليها بتعزك قوي. والنبي يا خالتي، والنبي بعزه قوي قوي. هو انت اللي عملته معايا يتنسى؟ ولا اللي حتى اللي انت عملته معايا يتنسى؟ لا، وانا عيني قلت الاصل ولا ايه؟ اكيد لا. لا، ما احنا عارفين انك طيبه وبنت اصول، بس هو خلاص بقى كويس، وعدتك هنا ملهاش لزوم، ما تروح تشوفي ايه اللي وراكي. انا كنت عايزاكي شيخ زياد بس في حاجه. قوي. اتفضلي اتفضلي. ايه يا حبيبي؟